وانتي دلوقتي راجعة بشكل جديد، واللي احنا عارفينه اللي انتي هتنزلي اغاني مش بطريقة الالبوم بس، هتبقى اغاني سينجلز. طيب خدتي القرار ده ليه؟ يعني انتي دلوقتي كنت تتكلمي ان فكرة الانتاج مبقاش زي زمان، التسويق مش زمان، بس ايه اللي خلاكي ده الوقت المناسب اللي انا اعمل حاجة زي دي؟ طبعا انتي مش هتصدقي اللي بقولهولك، انه من بداية المشوار الفني اللي جه صدفة، وكل الناس عارفة المشوار ده جه ازاي. الغنى ولا التمثيل؟ هو جاب الغنى الاول طبعا، وانا اتشهرت بالغنى، والغنى في نفس التوقيت جاب فيلم وجاب مسلسلين بطولة. يعني لو عاملة السكريبت مش هيجي احلى من كده. لكن طول الوقت في المشوار اللي انا بمشي فيه مدربة احساسي بشكل جميل. يعني ايه؟ يعني تيجوا نعمل، يعني البرنامج بتاعكم جميل كويس، ممكن حد يجي يقول لي تيجي تعمل البرنامج دلوقتي، اقول له نأجل شوي. كويس، بتبع احساسي في كل حاجة تخص الشغل بتاعي. فانا حسيت ان ده وقت ملائم جدا بمقاييس مختلفة باحساسي كده، وزائد ان جالي تنوعات اغاني حلوة جدا حسيتني فيها، لانه برضو انا اختياراتي من البداية خالص كانت مختلفة خالص. يعني الشكل اللي موجود في السوق حواليكي، حتى اول اغنية كانت تاكسي السهرة دي، اللي هي حطوها في تاكسي السهرة اللي هي تاكسي. طيب بما انك اتكلمتي على اغنية تاكسي، انا سمعت اللي هي اول فيديو كليب في الوطن العربي يتعمل فيديو كليب، فحابة اسمع منك التجربة كانت عاملة ازاي، او الفكره اصلا ان انتوا تعملوا فيديو كليب. مش بقول لك انا لو بعمل السكريبت مش هيجي كده، هو بس متسهله لوحدها. لا، هو اللي حصل انه ما الاستاذ طارق الكاشف اللي هو كان وقتها امريكانا للصوتيات والمرئيات مش الدعايه والاعلان، فكر انه هو يعمل لي اول البوم اللي هو تاني توسم ان الشكل بالاتيتيو، يعني الشكل لان انا كنت طبيعيه يعني خالص، ولا زلت زي ما انت شايفه كده يعني. دي احلى حاجه فيكي. لا يعني اللي هو فحب يستثمر ده مش يستغل ده، عشان عاده تقولي استغلتي موهبتك ازاي. بيستثمر ويستفيد الحكايه دي ازاي، انه عمل قال لي انا عايز اعمل فيديو كليب. كان بره طبعا في اوروبا في فيديوهات كليب يعني، وانا كنت بغني نوعيه اغاني مختلفه شويه، ف كنا دايما بنقف كلنا كمطربين ومطربات او مغنيين ومغنيات، بنقف وفي مسرح كده وفي لمبات، ونطلع نقول الاغنيه وننزل. بس هي دي كانت نوعيه المباشر بتاع التلفزيون زي دلوقتي كده. وموجوده حتى في ماسبيرو والحاجات دي لسه موجوده لغايه دلوقتي، البرامج دي كلها. فهو قال لي لا انا عايز اعمل فيديو كليب، فعملنا تاكسي. عارفه بقى الحاجات وكده. أيوة. فدي كانت حاجه وقتها، ولا كان لسه في الجرافيكس؟ ما كانش في، هي كانت بقى غريبه يعني، لان هو كمان مش مجرد منتج فني ولا منتج حقيقي، لا هو عنده افكار جميله. طب بعد ما الفيديو كليب ده نزل، ايه بقى كان رد فعل الناس وقتها؟ انا مش عايزه اقول لك اصلا، يعني عيب بقى اتكلم عن نفسي يعني، بس هي حاجه الالبوم نفسه لما نزل وقتها عمل في العالم العربي، اللي هو تاني وقاعدين ساكتين كده ليه، وكل اغنيه كانت محفوظه جدا ومختلفه، وكانت الروح نفسها مختلفه بتاعت الاغاني يعني.